في إطار جهود الدولة لترقية قطاع الاستثمار، أشرفت والي ولاية بومرداس على تسليم رخص الاستغلال النهائية لفائدة المستثمرين، أهمها 21 عقد امتياز في قطاع الفلاحة. في إطار قانون الاستثمار الجديد ورفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية، قمنا بتسليم عدة رخص نهائية في المجال الاقتصادي في المجال الفلاحي، حيث قمنا بتسليم 21 عقد امتياز لمستثمرات فلاحية، كما قمنا بتسليم عقدين في إطار الصناعة التحويلية. خطوة إيجابية وتسهيل كبير للاستثمار اللي واجد الاستثمار، انا واجدين باش نحطوا الاستثمار تاعنا. والحمد لله ما صارتش امور بيروقراطيه، الامور ما تعبناش بزاف، يعني الحمد لله. 11 متعامل اقتصادي في شعبة تربية المائيات وقطاع الصيد البحري واثنان من الصناعة التحويلية هي جهود من الدولة الجزائرية من أجل منح رخص الاستغلال النهائية لفائدة المستثمرين.